مرحداً شباب قبل كل شيء صلء عن نبي محمد أفضل الصلاة وهي بنبدأ. رئيس طائفة الروح النبيلة، أنا بالفعل بالمرحلة الثامنة من عالم السيد القتال الأعلى، وعلى حسب الطاقة التي انبعثت منك قبل برها فأنت على الأقل بالمرحلة الثانية من ذات العالم. إذا هو السيد جون لما يعتد هذا العجوز يختبر جبروس طائفة الأضم حديدية، ويقول إمبراطور المبجل بما أنه مقاتل بالمرحلة الثامنة فحتم قوته ما بين 50 طن إلى 100 طن، ويقول بطلنا فقط 50 أو 100، من أين له كل هذه الثقة وهو بهذا الضعف؟ وهذا بسبب أنه سيد قتال أعلى. انتظر ويتفاجأ، هل قلت أنه ضعيف؟ وأنا بطلنا طبعا ضعيف، فالمعطن تلك قد تجاوزتها بالفعل عندما اخترقته، ونرى يصعد الحلبة ونراهم متوجهون وينطلق سيد طائفة الروح المقدسة على بطلنا. القبضة التنين الحارقة يا بطلنا لم يهتم به ويصفر، هو يقترب من بطلنا لأجل ضربه، لكن ضربه بطلنا في صفعة على الوجه خرب لوجهه، ونراه يطير بعيدا ويستعيد توازنه، ويقول هذا مستحيل، فأنا مقاتل بالمستوى الثامن من عالم سيادة العليا، كان من المفترض أن تجعلك قبضة التنين الحارقة خاصة التي بقوة 200 طن أن تغطي سبات طويل. ويقول بطلنا لقد كانت يداي تحككاني وأنا أرى تلامذتي يبرزون أمامي، والآن قد حان دوري وانبعث منها لشريرة، أتمنى أن لا تخيب مالي فما زال لدي كثير التنفيس عليك. فبعد اختراقي شعرت بقوة مهولة تغمرني، فعلى الأقل قوة الحالية قد وصلت، ونراه يهاجم يقاطع كلامه سيد الطائفة الروح النبيلة، ويمسكها بطلنا من يده ويقول له عيب في حقك أيها العجوز، بعد كل هذا العمر أن تتصرف مثل أولاك الأوغاد الذي يغدرون ويسددون لك مات أثناء الكلام. يبدو بأن علي تعليمك بعض الآداب، وأنا أحمسها بأدب وكسي. دعني أولا أكمل ما كنت أود أقولها قبل أن تقاطعني هي العجوز ذو القرون. لقد كنت أود أن أشير إلى أن بعد اختراق قواي قد تجاوزت بالفعل 150 طن، وبما أنني أمتلك العديد من المهارات المميزة فقوتي الآن قد تخطيت 240 طن، وأنا أضربه ويسقطه بعيدا. أوه القبضة المتفجرة، ويضرب سيد طائفة الروح النبيلة ويطيره، ويحاول الهجوم عليه ويضربه ويطيره في الجو. لحظة، ما خطب هذه المنهى؟ من بحق الجحيم؟ هنا على أعلى مستوى. شكرا على الإفادة، لقد جعلتني أتعلم الكثير، ولو أنني تمنيت بأني طول قتالي معك أكثر لقد دمرت أي طول. فلدي الكثير من الحركات التي أود تجربتها عليك. ثم يحيى سيد الطائفة الذي لا يقهر، تنام إذا شجعون التقنيات وتجربتها، وأنا أحس بشعور. تحذير سيد قتالي على يقترب، تحذير سيد قتالي على يقترب. بطل بطلنا، أوه يبدو أنني قد أيقظت النحل الخامل بعد هزيمتي للشيخ، قد أحس به. فقد عنوان ظهور السيد، بما أنك صرحت قبل قليل أنك لم تقم باستعمال كل أوراقك، بما أنها سيد الطائفة غير راضي. هو شونت سيد الطائفة ربيع المقدم، فقد وجدت بأن يمكنني البقاء جالسا بينما ضيوفنا أعزاء غير راضون، ما عدا ذلك ستنشر الشاعات بخصوص أن طائفة ربيع المقدس لا تعم ضيوفها بشكل جيد.
أنت على أرجح زعيم طائف الربيع المقدس، وحسب ما أتذكر فقد اسمك هو شوان أو شيء من هذا القبيل، ومن طريق كلامك يبدو بأن سيد هوانغ يريد أن يقاتلني، لكن ترى ما بجعبتي. أذن على كون فضة، ولكن هيا السيد هون ونرى يصعد قوته. أنت لست مدرك لما تتمنى سيد الروح المقدسة رئيسهم القدرة على هزيمة شيخ من طائفتنا في مثل هذا السن المبكر. أعتقد أن الجيل الشاب يحتوي على بعض المواهب الحقيقية حقا. هذا الشيخ عجوز يتمنى القتال معك أيضا. قبضة أخضاع الكوبرا، هل تقبل ويهاجم بطلنا؟ بطلنا متفاجئ، أنا راه يمد يديه ويتتبع خار الكوبرا. بطلنا لم يتحرك. أيها العجوز هوان، ليست وقحا قليلا؟ كيف يمكنك مهاجم الشخص دخلته ومستوى سيد كبير؟ أين كرامتك كسيد كبير في فنون القتال؟ أنا وان دون لين لن أسمح لك أن تتذمر على صديق الصغير جون هكذا. أوه هي تدخل. أوه وان الشيخ الأكبر طاف جبل الرماد. جبل الرماد الخاص به نال دعم طاف العظام الحديدية. لقد تعطلت بسبب بعض الأمور في الوقت السابق، لكن يبدو أني وصلت في الوقت المناسب. بما أنني هذا الرجل العجوز هنا، لن أسمح قطع القدر هذا أن تفعل ما يحلو لها. ياي، مما كنا نتوقع أن سيد طاف جون سيكون لديه دعم من سيد كبير هكذا، ولكن إن كنت تعتقد أنك سترحل فقط بعد إزاء طائفتي بهذا الشكل بسبب دعم الذي وصل له، فأنت مخطئ بشكل سيء للغاية. هوان أيها الوغد القذر، إذا أنت تريد اللعب بهذا الشكل ها، تعال دع هذا الرجل العجوز يعلمك درسا. يقول بطلا كبير وان، لا بأس أنا أقبل هذا التحدي. ويتفاجأ صديقي صغير جون، هل أنت واثق؟ على الرغم من هوان كوان وقح وخسيس، لأن قوته كسيد كبير حقيقية، وأنا بطل يحمل الرمح كالعادة. ثق بي، فطائف العظام الحديدية خاصتي لديها بعض الأوراق الرابحة، ويمكن أن تتعامل مع هذا الأمر على الأقل. إنها المرة الأولى التي أرى فيها رمح التنين لزوردي الهلال عن قرب. الهالة الصادرة منها هي هالة الخراب والدمار. باستخدام هذا الرمح يمكن أن يوقف جيش بأكمله بنفسه. الصديق الصغير جون جري حقه، لا يسعني إلا أن أحترم الصديق الصغير جون أكثر فأكثر. ماذا سيكون الشاب إن لم يكن جريين؟ وأنا أتقدم. بالمناسبة يجب أن أحذرك أن قبضة كوبرا الأخضاع التي استخدمها هوانغ كوان تختلف عن تلك التي رأيتها سابقا. يعني أقوى، لقد قام بتعديل تقنية قبضة كوبرا الأخضاع الأصلية إلى تقنية شريرة، لكن قوتها بالتأكيد ليس الشيء يسخر منه. الممارسة هذه التقنية التي تميل نحو القليين قام بتقديم تضحية قلت قليلة من الرجال على استعداد القيام به. لا تستخف به. قل من الرجال تضحية؟ لا تخبر ان قد طاف اخوان يسير على خطة السيد الشيطان دونفان. حازم بما فيه الكفاية ويرفع يده بطلنا. على الرغم من ان اعداء لانني معجم بزعل طائفة جون. انت جعل قائد الطائفة بنفسه يتخذ اجراءات شخصية لاستعادة بعض من كرامة الطائفة، لكنك مجرد متغطر صغير ثاني أمرك الآن، ويهاجمك الثعبان ويصد عليه بطلنا بيده ويحاول أن يخلق فرصة لهذا، لكن يتفادى بطلنا
وتعود إليه مرة أخرى، هل سيفعل شيئا ويطلق طاقة ليبعثهم بعيدا عنه؟ ثم يتراجع. إسقاط الطائفة، سرع رد فعلك ليس سيئا حقا، ولديك تقنية دفاع جيدة جدا أيضا. لقد كنت قادر على إيقاف هجومي حقا. تقنيتك هذه ليست كافية لإخضاع تنين مثلي، يجب عليك إطلاق قوة الكوبرا الحقيقية. ونرى حقا يطلق قوة الكوبرا، حتى التنانين يجب أن تخفض رأسها عندما تقابل عرين من أفاعي الكوبرا. فقط قبض الكوبرا المعدلة خاصتي يمكن تظهر أقوى قوة لها. هنا ينظر بعضهم ويهاجم من خلف، تمتدد الخلف ويهاجمه. ماذا ستفعل؟ ونرى واقف لم يتحرك، يقول يا لك من مغرور. ونرى يستعمل طاقته، هل تجرع التباهي بقوتك التافهة أمامي؟ ونرى بطلنا يطلق قوته ويقول يا لك من مغرور. هل تجرؤ على التباهي بقوتك التافهة أمامي؟ هذا ليس كلام بطلنا، ويتفاجأ. هل هذا سلاح روحي؟ أكيد يحكي السلف، حتى أن الضغط الروحي خارج من سلاح أقوى مني. لقد خططت في العصر ضربك بيد العاريتان، ولكن من كان يظن أن لديك مثل هذا السلاح القوي؟ إذا لن نتراجع عن أيضا. كنز طائف الربيع، المرأة العاكسة للجبل، ويطلق هجوما. جبل داخل المرآة، ويطلق حقا. ونرى صخرة كبيرة مثل الجبل تنزل، لكن الاستهانة بسيد قتال في الواقع. سيد الثاني، هل تظن أنك سيستطيع الفوز أمام هذا؟ بطلنا أصبح مجرد روح. زعيم الطائفة جون، هل أنت عاجز عن الكلام بالفعل؟ لكنني أخشى أن أخبر هذه الحركة هي مزيج من اثنين من تقنيات طائفة الربيع المقدسة. قوته هي أكثر من اللازم، حتى على فأن استخدامها شاق للغاية. قد يستعمل كامل القوة، ليس بالكامل يعني. ونراها أصبحت كالأفعى فوق الجبل، أنها قطع وذتين وتسحب الأفعى الجبل إلى بطلنا. سيد الثاني، يجب أن يزن هذا الجبل أكثر من 900 طن، ليس كذلك؟ تشو تشان، هل تقصد الجنات تشوتشان؟ متفاجئ بطل، احضر لي حصاني الاحمر. اوه مفهوم. ياتي روحا ويجيب لبله وحصانه، ثم يصعد على حصانه وينطلق، ويقول زاد الضغط اضعاف بعد ظهور هذا الحصان، لا استطيع السماح له بالاستمرار في اكتساب زخم مثل هذا، يجب علي ضربة أولى. ويحاول زيادة تقنيته ليسرعها للضربة. لماذا تشمر على الأرض؟ لا نعلم به. يلا نتقدم. ونرى سرعتها بدأت تضغط عليهم، ويقول أنا جوان يو، مع رجل واحد وحصان واحد وشفرة واحدة. ونرى تقترب منه، ويقول حكام ساحة الماركة، عدد أولاك الذين نجوا بعد رؤيا شفرتي هو صفر. أنا حصان كم هو جميل، يحطم الأرض بقفزته وينطلق نحو الجبل وكأنه يطير. أوه، وصل إلى الثعبان وقطعه إلى النصاص، ويكمل ضربته ويقطع رأسه لنصفين. وانا واخذ يديه ويحطم الجبل ايضا.
لن يبقى شيء سوى الضربة بدأت تحطم وتفاجر إسطاف روح مقدس مستحيل. هذا عمر الجبل يحاول ينشد رعي وتتمزق الأمراض تكسر إلى نصفين. أنا راح تسقط على الأرض ويقول اليوم لن أقتلك، ونرى يرتعش خوفا لأنه لم يكن لديك أي نية القتل عندما هجمتي في وقت سابق، ويتفاجأ. ولكن أعلم هذا ما رأيت الآن ليس سوى نصف قوتي، لكن إذا حاول زعيم طافه وان والتسبب في مشاكل في المستقبل بعد رؤيا هذا سأكون مجنونا إذا تابعت مضي قطاف العظام الحديدية. ويغمى عليه من شدة الخوف ونرى الجميع مصدومون. تم تدمير شعر المستعار. إنه يطلع حاط شعر مستعار وليس شابا. إذا اتضح أن التضحية التي قام بها كان الشعر زعيم الطائفة هوان حازم حقه في الواقع. هيا الطفل يمكنك استعادة جسدك. أنت بوعيد جسد بدرنا ويرحل السيف عنه. هذه الخطوة الأخيرة كانت استبدادية جدا. يستحق أن يكون إله الحرب، وهذا فقط نصف ما يمكنك فعله. رائع. لقب إله الحرب لا معنى له بالنسبة لي. سبب في أنني ظهرت اليوم عن طيب خاطر كان هذا لأنك قمت بمناداتي يا سيدي الثاني. كانت هذه المرة الأولى التي أرى بها ابتسام السيد الثاني. متفاجئ. هذا الصغير يتفهم. سيبذل هذا الشاب قصارى جده للسماح للسيد الثاني بالأمشملة مع العم السيد ليو والجنرال العظيم تشان. إذا سأنتظر حتى يأتي ذاك اليوم. حتى تقب الأخ الكبر وأخ الثالث. ثم يرحل. يأتي رئيس الرماد صديق الصغير جون. روح السلاح الخاص بك هي خبير قوي. لما استطاع اكتشاف حدود قوته ينحل إلى السيف. بالطبع سيد الثاني هو إله الحرب في الواقع. إذا لم يكن ضعيفة جدا كان سيكون قادر على ممارسة مستوى أعلى من قوته. لكنك ارتكبت خطأ هذه المرة يا صديق الصغير جون. وتفاجأ. الأسلحة الروحية من الأسلحة النادرة مثل ريشة طائر فينيق. ناهيك عن هذا واحد قوي جدا. الآن بعد انكشفتها أمام كثير من الناس أخشى أن يكون هناك العديد من الخبراء الذين يرغبون في وضع أيديهم عليها. اللعنة، هذا النتاج أفعالي. ليس لدي مشكلة في التعامل مع السادة القتاليين الآن، ولكن ماذا لو ظهر ملك فتنون قتالية؟ ليست هناك حاجة للذعر. لأن بعد نكملت مهمة من استوى الملحمي النظام هذا. مرة أخرى فقط تم تحديث المتجر. تم إضافة مزيد من عناصر مزعجة جديدة، يعني العناصر القوية. بالإضافة إلى ذلك تتجاوز نقاط مساهمة الآن 1700 نقطة. حتى لو ظهر ملك فنون قتالية فأنت ستكون قادرة على مقاومتهم. ويبتسم بشكل شرير. ها الآن يعد أن فكرت في ذلك فأنت لست مخطئا أيها النظام. وبما أنهم قادمون على أي حال فسأحاول استفادة من ذلك إلى أقصى حد. هيا جميعا. ويصرخ عليهم. بعد هذه المعركة أعتقد أن الجميع رأى ما تستطيع طاف العظام الحديدية. وأنا متأكد من الكثير منكم يتسألون كيف يمكن الحصول على هذا النوع من القوة. من منا لا يريد أن يكون لديه القوة المحاربة؟ أولئك الذين لديهم ثقل أقوى منا، ليس كذلك؟ ويقول شين لدي شعور سيء حول هذا الوضع. أحتاج إلى المغادرة من قبل أن
هذا السبب في أنني أعلن رسميا أن طائفة العظام الحديدية تبحث عن المواهب. نحن لا نجند المزيد من التلاميذ، الجميع مدعوين تقديم تعال وسوف نساعدك. طائفة العظام الحديدية على ارتفاع إلى السماء ويكون الجميع معجب، ولكن هذا الوقت قد بالغ حقا انه يحاول ان يحصل على تلاميذنا امامنا مباشرة. باروكا راح تسقط غيرها. لا نسمح بهذا، والجميع بدأ متحمس. طائفة العظام الحديدية، تبا لقد كنت قلق طوال الطريق ان شخص ما قد يقفز سرق شفرة هلال التندسوردي. تبا ان تكون غني للغاية هو خطيئة ايضا. انه شيء جيد ان نكون الصداقة بين طائفتينا. قرر الشيخ مرافقتنا الى المنزل. حسنا يا النظام الصغير، بسرعة دعني القى نظرة على الجوائز التي حصلت عليها. تب لك تتصرف بشكل غير مهذب مرة أخرى لأنك انهيت مهمة ملحمية. حسنا أنسى ذلك، نظرا لأننا أنجزنا بعض الأشياء جيدة وحصلنا على ترقية وانهينا مهمة ملحمية، هذا اللورد لن يبخل عليك. أنا رسالة النظام ومتفاجئ ونراه سعيد. نرى سيد الطائفة على الطائفة وهو فوق ينظر من فوق. ماذا يريد أن يفعل؟ إنه يرقص بشكل غريب. الحماية الفائقة تحميل، يبدو محرجا جدا من كلماته وينطلق. حماية الطائفة المستوى المتوسط، تأثير التشكيل، يتم تشكيل مصفوفة متوسطة المستوى حماية الطائفة حول أراضي الطوائف، ويسمح فقط لأعضاء الطائفة بالدخول والخروج بحرية لمدة لا نهائية. السعر 1000 نقطة مساهمة. الوصف التكوين نشط الآن، لكن سيكلفك 10 نقاط مساهمة للحفاظ على التكوين كل يوم. أعرف مدى قيمة التشكيل الذي يمكنه إيقاف السادة القتاليين ذو المستوى اللدنة، لكن هداف هل كان هذا ضروريا؟ إنه محرج للغاية. ويقول تلاميذ، هل كان زعيم الطائفة يصرخ بلان قوة البراز على قمة البرج؟ نعم، بعد أن صرخ بذلك ذهب تشكيلنا الذي يحمي الطائفة إلى مستوى أعلى. حتى ينسى التلاميذ الهتاف المحرج، سيكون في الخارج في رحلة. النظام، أيها المضيف، لن تقم بشراء صيغة حبوب تساعد على تحسين مستوى فنون القتال. يمكننا الذهاب إلى عالة أي جمع المواد نظرا أنك خرجت على أي حال. حسنا، هذه الخطة. مع هذه الحبوب سأستطيع جعل جميع تلاميذ غير قادرين على اختراق المستوى أعلى. هل يمكنك تخيل طائفة لديها 500 سيد قتالي؟ ونراها علي، نراه يوصل ها من 3 إلى 4 أجزاء علي. خاصتك هي منتج كبير للعقاقير، كيف يمكنك الحصول على 3 أو 4 أجزاء فقط؟ ذلك لأن المكونات التي لدي طلبتها نادرة ودام عليها طلب. سيد الطائفة جون، لا تبكي أرجوك، سأسأل بعض الأشخاص اللي يبحثوا عن المزيد الآن. خطتي الرئيسية تدمرت. سيد الطائفة جون، أتسأل عما إذا كان بإمكانك نظرة على المكونات التي تحتاجها لتدخل من شيخ وان. لم تعد طائفة الرماد بعد. بما اني هنا بالفعل في مقاطعة تشين بان، قررت الزيارة علي اي للتفاوض على بعض الاعمال. المكونات كلها نادرة جدا في الواقع، طحين بطاطس، كاتشب، مايونيز، بوصل، جبنة طماطم، ايد مكونات عالمة. اعتقد انه يكون لدي حوالي 50 جزء من هذه المكونات في خاتم مكاني. متفاجئ بطل وسعيد، شيخ وان فاتي بهم لي ارجوك بسرعة. ها ها،
إنها فقط بعض المكونات تبلغ قيمتها حوالي 5 ملايين تايل فقط من الفضة فقط. لذاك التخطيط فقط على الخفض بعض المساحة من خاتمي. على أي حال إذا سأعطيها لك فقط وقت غني لا أستطيع أن أخذها مجانا هكذا. لذلك سأعطي الشيخ وان بعض الحبوب التي صنعتها. أمن لا يرفضها الشيخ وان؟ أنا أستلم. هل هذه حبوب إصلاح جسد؟ حاول الطائفة جبل الرومان مزايد عليها، ولكن لأن المنافسة كانت عالية جدا لم نتمكن من مزايدة إلا على 3 قطع. مكان يظن أن صديق الصغير جون هو السيد الخيميائي وراء تلك الحبوب، وأنت مدهش حقا. كنت الشخص الذي صنع تلك الحبوب، ليس كذلك؟ أنت حقا بارع في جميع المجالات، ولكن بما أنك تصنعهم لست واحدة هي. وأنا رأيه يرجع للخريطة. هذا كنز لا يقدر بثمن مدهش. لقد حققت حق ربح هائلة مع هذه المكونات هذه المرة، حتى ان وسائل التعبئة فريدة من نوعها. ويبتسم بطلا. انها فقط مجرد هواية جانبية لي. لننتقل. سيد طائفة جون، سأعود اولا وابلغ زعيم طائفتي بتحالفنا. هذا عظيم. تشرف طائفتي طائفة العظام الحديدية بان تكون صديقتكم. بالمناسبة يا اخوان، مسألة الحبوب أملا تتمكن مساعدتي في الحفاظ على هذا الأمر سرا. لا تقلق وانطلق. إذا سأل أي شخص أخبره أن يتم تصنيع حبوب الشفاء وإصلاح جسد من قبل طائفة الرومان. شكرا لك يا اخوان. دعنا نعود بسرعة ونصنع بعض الحبوب. لا ينبغي أن يكون وقت إنتاج حبوب السيد القتال المنخفض بطيئا. يجب أن أجد أيضا طريقة شراء بعض البذور للمكونات وجعل كبار السن ويحاولون زراعتها. أنا أتقدم ونرى يطلق طاقته. متفاجئ، أكو واحد هنا. ماذا يحدث؟ إنها الطاقة الشريرة. لقد رحل ذلك المدعو وان دون أخيرا. ما هذه الطاقة تخرج من الأرض؟ هناك بعض الأشياء أريد التحدث بها معك يا سيد الطائفة العظام الحديدية. كان مختبئ تحت الأرض. قاعد طائفة الرتبة 3 طائفة شيطان موشا مقاطعة أنايان فرع الزعيم هونجيا. يرغب في استعارة الرمح من زعيم طائفة جون. قاطفة من رتبة 3. لقد كنت صبورا جدا حقا، لكن هذه ليست المرة الأولى التي أواجه فيها أشخاص يحاولون إيقافي. بناء على هالتك، يجب أن تكون سيد قتال في فنون دفاع عن نفس من مستوى الذروة أيضا. لكن هل نسيت أن زعيم الطائفة هو الذي هزمت أنا كان أيضا سيد قتال من الذروة بمجيئك بمفردك؟ هكذا ما تظن انك ستحقق؟ راح يبدأ الهجوم ويأتي شخص ثاني. من قال انه كان بمفرده؟ وتفاجأ اثنين. هي الثلاث الكبار، لا حاجة لاختباء الان. على ما يبدو هناك مع وجود احنا الثلاثة، اعتقد ان سيد طائفة جون لن يستطيع الهرب منا على اي حال. ويبتسم. أنا آسف، أعتقد أن رفيقك لن يستطيع إظهار نفسه الآن. إنها كبيرة ومتعب، لذلك ساعدت على النوم قليلا. إنها فتاة طائفة الغامضة زرغم. السيدة الصغيرة تريد انضمام لهذه الحفلة أيضا. قتلت ومتواجه بطلا مقدومها. أتمنى أن لا يعارض أحد. ها؟ سيدة القصر 11 وتقول: مرحبا زعيم جون، كنت في طريق الزيارة طائفة العظام الحديدية الخاصة بك. لا أعرف إن كان ذلك مناسب لك. وأنا هل تقوم بزيارة أحدهم ويديك وملابسك ملطخة بالدماء هكذا؟ ليس هذا وقحا بعض الشيء؟ ويبدأ الهجوم على بطلنا ويتفاداه.
يبدو أن الوقت الآن ليس الوقت المناسب لهذا السؤال. أنا أعتذر، تلاميذي أيضا يقولون أنني سيء في تقييم الموقف، لكن ليس الأمر أنني أستطيع نظر الموقف وفهمه تماما. لقد كانت هذا مجرد مزحة صغيرة للتخفيف عن حد الأجواء. لقد فهمت، يبدو أن وضع سيد القصر ميؤوس منه للغاية، لكن لي إير قد علمني كيف أخرج من الموقف المحرج، وأنا لست مصدوم، أنا بطل متفاجئ، وتضربه أيضا الثاني وتقتله. غدا أخبرني أن كل ما علي فعله هو التخلص من الناس الذين يفسدون الجو. أوه، هذه المرأة إنها مجنونة بالكامل. اقتل جون تشانغ كياو أولا، ثم أنا يمكن أن نتحد ضد المرأة لاحقا. إيه، هل تجرؤون على تقييم الشنطافة الشيطانية؟ ويبدأ الهجوم عليهم. سيد القصر، ماذا عن يأخذ كل واحد منا أحدهم؟ كما تريد. وهم ينطلقون الشياطين عليهم. تلعب بالبرق؟ ها حسنا، أنت من طلب هذا. نمر البرق الأزرق، وتفاجأ الشيطان. هذا صحيح، هذه قطتي سمينة وهي لا تزال في مرحلة النمو، لكن هجومك الآن كان مفعما بالمواد الغذائية بالنسبة له، والآن هو منتفخ قليلا. إيه، حسنا يا قطتي السمينة، دعي تذوق طعم البرق الحقيقي. ويبدأ الهجوم علي، صاعق برق وتقتله أيضا، لم تبقى منه بس عظم. حسنا، يبدو أنك أصبحت ناضجا تماما الآن. غير شويته سيد القصر، لقد انتهيت هنا، هل تحتاج مساعدة؟ وهنا المفاجأة، قتلت بثواني، يبدو أنها أسرع منك. آسف، يبدو أنني أراقت كثيرا من دم عن طريق الخطأ، لكن ليس الأمر أنني أستطيع رؤيته على أي حال لأنها عمية. زعيم جون، يبدو أنني سأضطر أجي زيارتي لكم، نراهم خايفين منها. وجدت صفيح النجاة، هذه على جسده، إن لم أكن مخطئ فعلى طاف موش الشيطان أن تعلم بموته، لكن أنا لا أعلم إن كانت اللوحة الحية هذه، يمكنها تسجيل المشاهدة الأخيرة قبل موته. لذا يجب على أن نعود وقم بالترتيبات في حال وجود طافموش الشيطانية. وأنت إذا قائد جون، يجب عليك استعداد، إنهم طافوا من الدرجة الثالثة بعد كل شيء. لا تقلق يا سيد القصر، عدد الشخصيات العظيمة التي تريد تدمير طائفة الحديدية ليس قليلا، لذلك لا يهم إن ضفنا طائفة شيطانية أخرى. مقاطعة في الجنوب الغربي، مقر طائفة موش الشيطانية، قائد الفرقة قد مات. ماذا كان يفعل قبل موته؟ كان في مهمة لإحضار سلاح روحي من طائفة في المرتبة السابعة. هالسلاح يمكن أن يسمح سيد قتالي، تم ترقيتهم حديث الهزيمة، سيد قتالي من مستوى الذروة. فقط طائفة موش الشيطان تستحق سلاح كهذا، بما أن سيد قتالي ليس كافي. إذا مرؤوسك يعتقدون أن يجب أن نرسل 5 إلى 10 أسياد قتاليين لاسترداد هذا السلاح محو طائف العظام الحديدية. مهلا، نحن نعرف فقط أن هذا السلاح يمكن أن يقتل قائد قتالي، لكن هذا قد لا يكون حده الأقصى. على الرغم من أن لدينا الكثير من أسياد قتاليين، لكن لا يمكن أن نرميهم بهذا الشكل. عدا هذا، أنا متأكد أن الكثير من الناس ينظر لهذا السلاح، لذا نحتاج أيضا الفريق من أجل تأمين رجوعه. لذا دعنا نرسل جيانغ زي للحصول على هذا السلاح. سيدي، هل سنرسل ملكة قتالية المهاجمة طائفة من المرتبة السابعة فقط؟ ليس هذا مبالغ به قليلا؟ لقد اتخذت قراري، مرر أوامري كما هي، النتائج هي ما يهم الآن. حسنا سيدي، هذا الخادم سيأمرك لجيانغ زي حالا. أيها اللص الصغير جيان، من الأفضل لا تدعني أجد دليل على تخريب المهم هذا المرة. عائلة جيان،
وانا لقب معنا حاكم الجحيم. لقد سافرت لاجيان جو ووقفت على قمة جبال من الجثث في نهاية المطاف. حصلت على لقب ملك القتال جيان. بغض النظر عن المكان، لا أحد يجرؤ على الوقوف في طريق هذا الملك. هذا سأقولها مرة أخرى، أتركها الآن وأشر له. انتظر طيل الصباح من أجل حلوى كراميل هذه. لقد اشتريت هذه بالمال الذي حصلت عليه بخدائي، لذا هذه الحلوى لي. ويتقاتلون الحلوى مع طفل. ماذا تعني بخداع؟ لقد كانت على منافسة عالمية. الغداء هو غداء جاهز. ثم يأخذ الحلوى. أيها المتسول جيان، أنت تلعب بقذارة، تجرؤ على أن تتحداني؟ ويتهمها. لم يقترب أحد حتى من هزيمتي خلال السنوات الخمس الماضية. تتشاجر على حلوى مع طفل. ما زلت تحمق كما كنت. يأتي. أنا هقل أعرف ما لاحظ رئيس طافتنا فيك. ويتفاجأ بمجيئه. لديك مهمة جديدة. طائفة العظام الحديدية تحتاج حق الملك قتال الأبادة. طائفة صغيرة كهذه، إنها أمر رئيس الطائفة. يجب أن تؤمن سلاح الروح مهما كلف الأمر. لن أضايقك أكثر. تركك الهدف سره في مهمتك الأخيرة، لكن إذا تجرأت لقد حددت موعد مناقشة المزارعة الجديدة مع القرية المجاورة. لكن التأخر، سأذهب الآن. وينطلق بسرعة دون كلام منه. أريد أكمل. جيان خير وغد. لقد فعلت عن عمد. لقد جعل الحجارة بوجهه. جبال الخلفية طائفة العظام الحديدية نراهم جالسون ويحتفلون. تهانينا الطائفة العظام الحديدية الفوز بالمنافسة ضد الطائفة الربيع المقدس. بصحتكم. عاش زعيم الطائفة. عاش الطائفة العظام الحديدية. هم فرحانين بالمناسبة. شكرا لك يا قائد الطائفة، رعايتك لنا دائما. اسمح لي أن أشرب كاسة على شرفكم. سأشرب قليلا فقط. عادك بأن هذا لن يؤثر علي لاحقا حقا ليلا. يا خجولة، لماذا على قائد الطائفة أن يرفضني هكذا؟ حتى عندما عرضت عليه كاسة نبيذ هذا يومه يبكي. لا بأس لا بأس، لكن أنت من اختار زعجهم. حتى شيان شيان جمدت رئيس الطائفة. وأنا رأيت النظام ينظر لي. هذا الشيخ يشعر بالسعادة اليوم. سيتم منح جميع التلاميذ الذين شاركوا في المسابقة زجاجة واحدة من جرعة تعزيز الكفاءة. لا بأس بالنفاق قليلا الليلة. وهم يشربون سعداء. وي وهم يشربون. أنا قروي. ألا أنا ذئب. زعيم الطائفة، ليست أنت من صنع لعبة مستذئب الليلة الواحدة؟ ومتفاجئ وهم يحرقون. أهل تقول أن سيد القصر في الحقيقة قوية جدا؟ ليست قوية فقط، فإذا قارنها بي فأنا سأكون مجرد تحمية لها. لقد نجحت في القضاء على اثنين من السادة القتاليين في بضعة ثواني. إنها شرسة جدا. ليفاي متفاجئ. كان يجب أن كم كان كبيرة. أعني كم كان أبيضة. أوه حقا، ماذا أيضا؟ تيان تيان كالقاتلة خلفه. أيها الأبغاد، لماذا الخونة؟ لماذا لم تحذروني بأنها قادمة وتمسك؟ أردتهم أن يساعدوك في إخفاء الأشياء عني؟ لا، أنا لن أجرو حتى لو أصبحت إمبراطور قتالي. لن أجرو. ثم نأتي طاقة لتحذرهم من هجوم. تفاجئين منه. الهاجم أحدهم درى الحماية الخاص بالطائفة. وانظر ونراه مرتب طور مبجل. اوه بوس بطلنا جميلة. وانا رايت حطها من الارض.
ده انا رأيي متبرع عظيم، اقصد عدو عظيم جاء هذه المرة خجول للغاية. خيرا قبلته من اجل هذه القبلة، لن اقوم بضربك كثيرا. وبدت شعور بالدوران وخجولة جدا محرجة، ونظر إليه التلاميذ الطائفة بسعادة، لكن تنظر إليهم نظرة قاتلة ويغيرون. تسوي جي اشرب كثار، لقد قدمت عرض رأي في المرة الأخيرة عندما تم تحطيمك تماما. هذا صحيح، أريد أن أراك تصرخ من أعماق قلبك بعد أن تضيع مرة أخرى. لا يفهمون ماذا يريدون. الأخت الكبرى، هناك أعداء بالخارج، لا يجب أن نذهب بالمستعزم طافي. هذا الأحمق لا يزال لديه الكثير من الأوراق السرية، لا داعي لأن نتدخل. ويبقوا يحتفلون على وعلى ذلك. حتى الأب الأكبر وي لا يزال يستمتع بنبيذه، لا داعي للقلق. وتقول كبير وي، اعتقدت أنه كان بستاني لدينا. مثير للاهتمام يقول وي، هناك ملك قتالي هنا، يبدو انه قام بصنع بعض المتاعب بالفعل. لا تحسن قدرة هذا الطفل جون بماذا لا يصدق فقط، لكن قدرته على التسبب في المشاكل تتحسن بشكل اسرع. حتى بناء على هجومك الان اعتقد انك ملك قتالي. انظر إليه، أنا جيانغ شي من طائفة موشا الشيطاني، كون طائفتك قادرة على الصمود أمام ضربة من ملك قتالي، فإن درع الحماية الخاصة بطائفتك ليس سيئا. حسنا، الآن بعد أن عرفت أنه لا يمكن كسرها، عليك فقط العودة إلى طائفتك، فطائفة العظام الحديدية لا ترحب بكم. لدي احتفال الآن، ليس لدي وقت لمقابلتك. يريد أن يأخذ هربين ويقول ها ها، أيها الشاب، من تصرفك هذا يبدو أنك واثق جدا من درع الدفاع، ليس كذلك؟ بما أنني لا أستطيع كسرها بضربة واحدة، فلماذا لا أحاول مضاعف القوة؟ هذا أنه قبضة التنين المدمرة. هل تعتقد أنك ستدمر درع النظام؟ يقدر يتحمل ضربة ويقول هذا الشعور. بطلنا لم يهتم له ويشعر بالحرج. مهلا، حتى لم تتمكن من كسر تشكيده فلا داعي للبكاء. لم أعتقد أبدا أن الملوك القتاليين سيكون لديهم مثل هذه المشاعر الهشة. البكاء لا، أنا متحمس فقط. لقد فهمت أخيرا لماذا أرسلني رئيس الطائفة للتعامل مع مجرد طائفة من المرتبة السابعة. فقط هذا النوع من التحدي يمكن أن يجعل دمي يغلي. وأطلق طاقته بالكامل، ونرى قبضات التنين متتالية، ويضرب الحاجز، ونرى انفجار عالي. وأخيرا يبدأ الاحتفال الليل كاملا. حسنا جميعا، لقد تأخر وقت، دعنا نعود ونرتاح اليوم. واليوم التالي نعود إلى الشيطان وراه يضرب الحاجز، ونرى تعبان اللعنة. لقد كنت أضرب هذا التشكيل طوال الليل، لكنهم لن تظهر حتى أي علامة للضعف. مهلا، لا تتقن من وقاعة تخريب ممتلكاتنا. متفاجئ. أيوة شيخ جيان، أنت تعلم أنه يتعين علينا إنفاق المال واستئجار أشخاص لملء هذه الحفرة، ليس كذلك؟ هل ستعوضني طائفة الموشى شيطاني عن الأضرار؟ متفاجئ وناي. لكن حقا ما أعجب حقا بقدرتك على التحمل، لم تتوقف عن الضرب طوال الليل. لكن عندما رأيت أسلوب قبضة يدك أدركت أنها تفتقر إلى نيقات الحقيقية. تلاميذ طائفة عظام حديدية قوية، لكن نفتقر إلى أخبار الذروة الأقوياء حقا. إذا ماذا تقول يا شيخ جيان؟ هل تريد القفز على السفينة؟ أنا متأكد من أن طائفة موشا الخاصة بك قد قامت أيضا بالتحقيق بشكل شامل عن طائفتي، لذا لا داعي لأقول المزيد من الفوائد الانضمام إلينا.
لقد شاهدتم شخصية قدرات وإمكانيات طائفتي، إذا انضممت إلينا يمكن أن أضمن أن الوصول لإمبراطور عسكري هو مجرد البداية. وقل ويتفاجأ بها بطلنا عندما أنظر بشكل صحيح للمعلومات التي أعطاني إياها مديري، لذلك لا أعرف قدرات طائفتك، أريد فقط سرقة نصل لك بسرعة والعودة للمنزل في وقت مناسب للانضمام إلى مؤتمر قريتي. إلى جانب ذلك، فإن رغبتي ليس شيء يمكن أن ترضيه طائفتك الصغيرة، ولكن بما أني لا أستطيع كسر قوقعة السلحفاة خاصتك، يمكنني الجلوس هنا وانتظارك حتى تخرج بنفسك. أرفض أن أصدق أنك لن تخرج من هناك. قول بطلنا هو كل شيء سهل، إذا كانت لديك الرغبة الحقيقية سأحرص على تحويلك إلى أحد كنوز طائفتي. سيدي، لقد سقطنا 50 حبة سيد قتالي، لكنك 67% في الطائفة في ذروة مستوى المدرب القتالي. رجع للطائفة، ليس هناك ما يكفي للجميع، كما أن المكونات قد نفذت، ولكن مع جلوس يانغشي في الخارج فإن الخروج للحصول على المزيد ليس خيارنا أيضا. لا يمكنني محاربة من القتالي حتى إذا استخدمت رمح الحلال التنين، واستخدام الروح للتعامل مع شخص واحد أمر مثير للشفقة للغاية. على وجه ذلك، إذا قتلت ملكهم القتالي فإن طائفة موشا الشيطانية قد تأتي بعد ذلك بقوة كاملة. ونرى متفاجئ بأن شيء خفى لون صغير، هل استيقظت؟ ونراه مصدوم ويقول من أنت وماذا فعلت الطفل الصغير؟ ذا لون لونج بإطلاق نيراني، ويقول بطلا أنت تحرق الساقف، أولا سيطلب مني تشينيا والمزيد من الأموال لإصلاح المباني النظام. تذكير ودود، باعتبارك مالك لونج لونج الصغير انت محصن ضد ناره. ونرى يصرخ بطلنا ويسمع تلاميذ، ونرى شياو زوجي هل قطفت امرأة تقنية تخرج النار؟ تشين 4 أشجار، 3 جدران وجانب واحد من السقف. سأحتاج الى مطالبة زعيم الطائفة بالمال لإصلاح لاحقا. ويهرب ويطلع بطلا، أيها النظام الجميل اللطيف العظيم، لم تقل لي إن ملابسي ليست محصنة ضد الحريق. الملابس جزء منك عزيز المضيف، من فضلك توقف عن إنذار نفسك، أنت الذي يحاول حراجي عن قصد، لم تسأل عن التفاصيل، ليست غلطتي. متفاجئ، هذه لماذا يوجد الكثير من التلاميذ في المنطقة المبارزات؟ وقل للنظام، هل نسيت اليوم لدينا مسابقة داخلية شهرية الطائفة؟ اهدأ المضيف، لقد رأوا بالفعل كل شيء، لذلك فقط امشي أمامهم بفخر. أي النظام، هل يمكنك أن تخبرني على الأقل لماذا تحول لونج لونج صغير إلى كرام لاق من النار؟ النظام، محتمل أن تكون نتيجة عن عجز سيطرة لونج لونج على قوته بعد التطور. النيران تزداد حجمها فقط ولا يمكن التحكم فيها أبدا، لا يوجد خيار سوى البحث عن مكان مفتوح أولا. بما أنه ليس لديه خيار، فقد أردت تأميد جوهراتي هذه المرة بالفعل. ما حرج، انتباه جميع التلاميذ، غادروا منطقة المسابقة في الحال، يجب على التلميذات عدم النظر لهذا الاتجاه مطلقا. لكنهم ينتمون، إذا كنت لا تريد أن تفقد الثقة في نفسك، يجب على جميع التلاميذ الذكور أن ينظروا بعيدا أيضا. وينطلق إليهم ويقولون، هل كان زعيم طائفة عاريا الآن؟ السالم الأمر، ما قاد طائفة هذه المرة الآن؟ النار تزداد قوة، الجميع تراجعوا، منحرف، يصرخون. ونرى تشين تشان، انتظر اسمح لي أن أشرح. أنا تنظر علي، يا لك من منحرف، وتغلق عين صديقتها. تشين، لم أفعل هذا عن قصد، سبب الحريق هو الصغير لونج لونز. ونرى غضب منحرف، وتطلق تقنية الجديد ولم تهتم له.
ونراه طيرت بالجو وبعث بعيده. وانت قصد لابد انك اذيت من هذا الهجوم، وتقول لدى القلق بشان هذا المنحرف. ونراه يطير ويسمع صوتا، يبدو انهم يستمتعون. هذا المرة شربها لقوة من النار وجيش في طريقها إلى هنا. جيان غيوي تفاجئ بالهجوم الجاي. إذا أخيرا قررت أن تظهر أوراقك وتقاتلني، ليس كذلك؟ على الرغم من أنني أشعر بالتهدي قليلا من هذه الهالة الشديدة من الجليد والنار. أنا متفاجئ بأن ينظر إلى بطلنا. جين تعرفني بحق، لم تساعد فقط على تهدئة لونج لونج الصغير، حتى انها قامت بمنح دراع جليدية. وخوش وضعي لونج لونج الصغير، يبدو انك اصبحت قادر على السيطرة على قوتك قليلا، ليس كذلك؟ توقعت ان تتطور الى تنين ناري، مع ذلك هذا مدهش. لقد تطورت الى تنين الهي ذو 5 مخالب. انت الان اصبحت تنين حقيقي. هنا العبي جيانغشي، هل رأيت الامكانيات الحقيقية للطائفة؟ لأن ماذا عن جد الطلب لانضمامك؟ هل انت على استعداد للانضمام الينا؟ وانا دروس سقيع عالي المستوى متفاجئ به، وحش بقوة مماثلة من نوع النار، لكن الشيء الاكثر همية هو هذا الطفل بالتأكيد يعرف كيف يبدو رائعا، وبدأ يتمزق الدرع وخيرا يعود عاريا. حتى جيان يحصر ضحكته. العصفور طار. تشي تشي تشين، هل كان وقت الدرع الجليل قصيرا هكذا؟ تشين تشين، وتقول تشين تشين، من الذي طلب منك أن تقف هكذا مع وجود مثل هذا العنصر النار القوي موجود خلفك؟ مع ذلك اللياقة البدنية لهذا المنحرف ليس سيئة. تقول أن لونج لون صغير أكلك اللحوم التي خزنتها في الطائفة خلال تلك الفترة الطويلة؟ تشين ويا، يبدو أن ليس لديه خيار سوى الذهاب شراء بعض الأطعمة. ويقول له حسن، لكن الطائفة زايم طافي، لماذا ما زلت ترتدي قناعا من الحرش؟ طبعا هذا الشيخ ليس لديه وجه للنظر اليكم به بعد ما حصل. بالعودة الى الموضوع، طالما يمكن ملء هذه الخواتم بالطعام، يمكن بقى هنا بضع اشهر اخرى. ونرى جيان بعد يجرب كل شيء، تب القوة الغاشمة والتعاويذ والكنوز. لقد جربت كل شيء في الأيام القليلة الماضية، لكن هذا الدرع لا يتزحزح. لا تخبر أني سأحتاج إلى دعوة. إمبراطور قتال كسرها تشكي ويحس أن بطلنا خرج، ويقول ها ها ها، هذا الفار الصغير قد خرج أخيرا. جنب الخلفي من طائفة عظام حديدية، نرى بطلنا أخيرا. أستطيع أن أشعر بأن قوة لونج لونج صغير قد زادت بشكل كبير مرة أخرى. أعتقد أنني سأحتاج للحصول على جميع منتجات اللحوم في المدن خلال أيام قليلة القادمة لطعام النظام المضيف أنك يريد أن أخبرك به، لكني لا أعرف إذا كان يجب علي قول ذلك أم لا. إذا كنت لا تعرف ماذا كان يجب عليك قول ذلك أم لا، إذا فقط لا تقوله. نظام، وما أنك تريد أن تعرف ذلك بشكل سيء، فسأقول لك أنك لست ملكا قتاليا بعد، لذلك قد لا تعرف ذلك. لكن جميع من القتال لديهم مجال من طاقتهم الروحية حولهم، ويمكنهم اكتشاف جميع التغييرات التي تحدث في مجالهم. وتفاجئ بطلنا، إذن هل تعني أن الشخص الذي يقف على صفح الجبل الآن هو جيان؟ شي ونرى جاهز للهجوم، ويقول له يا شقي الصغير، هل تعتقد أن يمكنك الهرب مني بمجرد اتخاذ طريق آخر؟ كامي هامي ها، ويطلق عليه. ويقول بطلنا، أيها النظام الوغد،
لماذا لم تحذرني وتصل الضربة إلى بطلنا تقريبا وتنفجر؟ وأخيرا يحدث انفجار غير متوقع وجي مصدوم، وأخيرا يطلع بطلا بخير ويقول إنه لمن دواعي سروري إن خطوات الشبح وخاصة بي قد وصلت بالفعل للكمال، ولكن دفنت هناك. لكن الشيء الأكثر أهمية الآن، كينيان اذهب لغرفتي واحضر لي رداء احتياط من أجلي، ولا تسمح لآخرين برؤيتك مرة أخرى. تبا لقد فقدت ملابس في اليومين الماضيين أكثر مما فعلت في السنوات القليلة الماضية مجتمعة. تبا بالكاد أصبت بها، ولكن هذا يؤلم كثيرا. لا أستطيع حتى أن أتخيل ما كان سيحدث لو كان الضربة مباشرة. نظام، عندما تصل إلى مملكة الملك القتالي ستشهد نمو نوعية في جميع الجوانب. أنت لا تزال بعيدة عنا بعالم كامل، ليست هناك حاجة للإفراط في التفكير. لونج الصغير، أنا أفعل كل هذا من أجلك. وأنا لم يهتم، أنا مؤخرتي تقطع من الألم هنا، على الأقل أظهر بعض الحزن. لا ما يهتم، يقول له هي الوغد عادي من المشاعر، يستمر في ما يفعله. تبا لا يمكننا الخروج شراء الطعام، مثلنا لا يوجد أي لحوم هنا، فأنت ليس لديك أي شيء تأكل على أي حال. يتكلم مع التنين والتفاجأ، ماذا عن أصبحت نباتيين؟ ما رأيك؟ يقول له هنا لا لحم. ماذا تكلم؟ ونراه غاضب جدا ويطلق نيرانه. وبطلنا يصرخ كرسي الأصغر الجميل، إذا ضربت مالكي فهذا لا يهم. ماذا تعني بلا يهم؟ ولكن إذا منعتني من تناول اللحم ونراه وأجبرتني على أن أصبح نباتي، بدأ يتحول. حتى لو كنت الملك التالي فلن تستطيع الوقوف في طريقي. وانا بطل وانا متفاجئ، يحاول لحظة ضحكته لكنه ينصدم. ماذا بحق الجحيم؟ لونج الصغير تحول لبشري. وتكون النهاية. اتمنى يعجبكم المقطع وتضعنا لايك واشتراك بالقناة، وشكرا جزيلا لكم.